السادسة صباحا في مدينة الرياض، ورد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتعرض محله التجاري للسرقة. استمر المجرمون في اقتحام محل تجاري مغلق، باشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ وتطويقه. تبين أن الجريمة تشابه جرائم مماثلة واردت بلاغات عنها خلال الأيام الماضية. تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم. بدأ رجال الأمن بمتابعة الجناة الذين تبين أنهم يستخدمون سيارة مسروقة في عملياتهم لإبعاد الشبهات عنهم. فما لبثوا حتى ألقي القبض عليهم. كانت بحوزتهم أدوات الاقتحام والمضبوطات، حيث أقروا بارتكابهم 32 قضية، فيما بلغ إجمالي قيمة سرقاتهم 357,280 ريالاً. انتهت المهمة.